كلام عن صفقة كده، لكن طبعا هو مش وقتها، لكن الإعلام في الكاميرون اتكلم على لعيب هداف الكونفدرالية، واتكلم على أنه الأهلي هو أحد الأندية المتحمسة للتعاقد مع اللاعب ده. تقارير صحفية أكدت اهتمام العملاق المصري النادي الأهلي بالمهاجم الكاميروني لامبرت أريانا لاعب كوتون سبورت أو فريق القطن الكاميروني عشان يحصلوا على خدماته في الموسم اللي جاي. في كلام على أنه في عرض في بلجيكا وعرض في فرنسا وعرض في الخليج، لكن الأهلي من ضمن الليستة اللي اتحطت من قبل الإعلام في الكاميرون على اللعيب ده. هل الأمور صح ولا لأ؟ ممكن ما يبقاش هيبان دلوقتي، زي ما قلت لكم الملفات دي كلها هتتحسم بعد الفاينل بتاع تشامبيونز ليج، وبالتالي مجرد تقارير صحفية، لكن مهم ان احنا ننقل لحضراتكم الاعلام بيتكلم ازاي على ملف الانتقالات او الصفقات في الصيف. وبما انه ذكروا نادي الاهلي، موقع اكتو كاميرون اتكلم على الاهلي بتدرس تعاقد مع المهاجم الكاميروني زي ما قلت لكم لامبرت أريانا. طبعا في كلام كتير على صفقاته ومفاوضاته وحاجات كده، لكن طبعا كل ده في اطار اجتهادات صحفيه من قبل كل الاعلام في مصر او في افريقيا او حتى في الوطن العربي عن صفقات محتمله، ويدخل فيها اسم الاهلي مره، اسم الزمالك مره، لكن في كل الامور هتتحسم بعد سواء الدوري هنا في مصر او دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيخوض اول مران ليه في المغرب النهارده بعد ما وصلوا امبارح بالليل، طبعا استعدادا للقاء كايزر تشيفز. النهارده اول تمرينه في المغرب تمهيدا لخوض مباراه كايزر تشيفز الجنوب افريقي، والمقرر ليها يوم السبت زي ما قلت لكم الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على استاد محمد الخامس بالعاصمه المغربيه الدار البيضاء. الاهلي هيتدرب الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره. وصلت البعثه امبارح بالليل على متن طياره خاصه لخوض النهائي الافريقي المرتقب، اللي طبعا الاهلي بيامل بالفوز بيه علشان يحصد النجمه العاشره. كلام كتير قوي على مكافآت مالية كبيرة جدا رصدتها إدارة النادي الأهلي للعيبة والجهاز الفني، لكن كلها لسه في إطار يعني أرقام ممكن ما تكونش لسه مؤكدة، لكن أرقامها تكون كبيرة جدا في فوز بعد فوز النادي الأهلي إن شاء الله والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي. موسيماني كلف اللعيبة إنها تتفرج على ماتشات كايزر تشيفز الأخيرة في طيارة المغرب وهم رايحين، اتفرجوا على اللعيبة، وكلف كل لعيب انه يتفرج على اللعيب اللي في مركانه اللي في مكانه او اللي هيراقبه، يعني باك يمين يتفرج على الجناح الشمال لكايزر تشيفز، باك شمال يتفرج على الجناح اليمين وهكذا. فاللعيبه تقريبا كلها اتفرجت على لقاءات كايزر تشيفز الاخيره على الطياره وهم رايحين المغرب، ويعني كانت شبه محاضره مهمه انها او شبه يعني تعليمات مهمه، لانه كايزر تشيفز من الفرق مش عايز اقول غامضه لانه ما بقاش فيه فرقه غامضه، لكن كايزر تشيفز مش من الفرق اللي انت متعود تقابلها. النهائي الاول ليهم في دوري ابطال افريقيا، عندهم طرق لعب ممكن تكون مختلفه شويه عن الكره الجنوب افريقيه، فرقه متحفظه دفاعيا بتلعب اغلب الماتشات بتاعتها بكثافه عدديه في نص ملعبها 4-5-1 او 5-4-1 في بعض الاحيان، 3-5-2 في بعض الاحيان، دايما بيكون في زحمه في نص الملعب، بيعتمدوا على المرتدات. سمير نوركوفيتش واحد من اللعيبه المهمين في خطتهم، وكلام كتير قوي من ناحيتهم تمهيدا لانه الاهلي هو الاقرب، تمهيدا ان الاهلي هو الاكبر هو الاقوى. احنا يعني تاريخنا 51 سنه، لكن ده اول نهائي لينا وده اول حدث كبير في حياتنا ومشوارنا الافريقي، وبالتالي رموا الحمل شويه او رموا الضغط شويه ناحيه الاهلي انه احنا كده كده داخلين، يعني في الاغلب احنا الطرف الخسران. فخلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل، لكن تمهيد طيب من بعثه كايزر تشيفز، تصريحاتهم كلها من التصريحات يعني اللي ما بتعملش مشاكل، يعني انه الاهلي اكبر مننا واهم مننا واقوى مننا وحاجات كده. وطبعا موسيماني كمان ادى ادوار للمحللين، محللين الاداء، ان هم يقطعوا فيديوهات مهمه لبعض اللاعبين اللي لازم لعيبه الاهلي تركز فيها. في خطط كتيره جدا مبنيه جوه دماغ موسيماني وحابب ان هو يطبقها فعليا من خلال ان اللعيبه تبقى حافظه ادوارها بشكل واضح وشكل يعني كامل، لانه زي ما قلت لكم يمكن تكون مباراه المقاولين كانت بروفا انك بتلعب فرقه تحفظت دفاعيا قدامك، مع فارق الكواليتي طبعا ما بين كايزر تشيفز والمقاولين حاليا. كايزر تشيفز من الفرق المحترمه جدا في جنوب افريقيا، واللي موسيماني حافظها يعني كويس جدا لانه كان بيشجعهم زي ما هو قال، كان بيشجعهم وهو صغير قبل ما ينتقل لسان داونز ويمثل سان داونز كحتى واحد من المدربين اللي عملوا تاريخ كبير مع برازيل جنوب افريقيا سان داونز.